احنا بنسوق دايما لكل الاحداث الهامه مثل هذا الحدث، واحنا على تواصل دائم مع المجلس الاعلى للاثار، على تواصل دائم مع وزاره السياحه والاثار كلها، لانه هذا الاكتشاف سيكون تغيير هام جدا في صناعه السياحه الثقافيه. خلينا نقول ان السياحه الثقافيه هي اللي هتكون الرائده في الفتره اللي جايه، يعني عندما تعود السياحه بعد كوفيد ان شاء الله، اعتقد ان السياحه الثقافيه هيبقى لها دور مهم جدا. احنا دلوقتي ورانا طريق الكباش اللي هو احد اهم المشروعات التي توليها الدوله اهتماما كبيرا، وهو المشروع الأول في مدينة الأقصر، مشروع حضاري سيضيف كثيرا إلى قطاع السياحة خلال السنوات القادمة. لي الفخر أن أنا أكون من الأقصر هنا وواقفة دلوقتي على كوبري من كباري الكباش اللي هي بتوضح طبعا أشهر طريق موجود في العالم كله. زي ما احنا عارفين أن في نسبة كبيرة جدا جدا من ترميم الكباش حاليا تقريبا 97%، ومنتظرين الحدث ده يكتمل بفارغ الصبر، لأنه فعلا هيبقى في طفرة كبيرة جدا بالنسبة للحركة السياحية. ابتدى اكتشاف الطريق لأول مرة في يوم 18 مارس سنة 1949 من خلال الحفار اللي كان بيجريها الأثري زكريا غنيم أمام واجهة معبد الأقصر، وابتدى يكتشف أول تماثيل موجودة على الطريق. من ساعتها من سنة 49 حتى وقتنا هذا، وأعمال الحفائر بتجرى كل فترة والتانية، إلى أن سوف تقوم الدولة بافتتاح الطريق كاملا بعد إتمام الكشف عنه خلال 2021.